مهنة بلا قلب. احنا لما بيجي لنا شوية مغص ما بنقدرش نقول خوفا من انه يا عم ده عيان ده عم دي عيانة مش هتشتغل هنقعد في البيت. هل انا احترم شجاعتك وكل مصر والوطن العربي بيدعي لك بالشفاء وان شاء الله تقدها ودود. له مجال كبير جدا في العلاج، وان اثنين علماء ياخدوا جائزة نوبل لانهم طوروا في علاج مرض السرطان ده يبشر بالخير جدا. فده من اول الحاجات اللي كانت مشجعاني ان انا اقول. زائد ان انا بقف قدام التلفزيون عاجز وابكي كثيرا جدا جدا على الطريقه اللي بيعرضوا بيها هذا المرض، وانه مرض مدمر وانه مرض مؤثر. ده من اهم الاشياء اللي دفعتني ان انا دور الاول بها، وقد حققت نجاحها الان. ليس هو الشهره او المجد، وانما هو تحمل المسؤوليه. لكنه مهم وجميل، اكتشفت انني مصاب بالحب. حب زملائي، حب أبناء مهنتي، حب جمهور كبير جدا جدا وقف جنبي منذ بدأت حتى هذه اللحظة، وما زال عندي الكثير والكثير والكثير لأقدمه لهذا البلد. ولا حد يزعل ولا حد ينزعج، لأني أنا شخصيا مش منزعج. بعد التحاليل والفحوصات والأشعاعات، دكتور المعالج قال لي فاروق لا 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 احنا عندك سرطان. سلامتك. قلت له سرطان؟ يعني صداع يا حبيبي. قال لا، فاروق شخط فيا بقى، انا بتكلم جد. قلت له وانا بتكلم جد، انا هتعامل مع هذا المرض كانه صداع. ايوه وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض، سأهزمه. وهذه الدورة الجاية من 35 لمهرجان الإسكندرية علشان أقول لزميل آخر أو زميلة أخرى مبروك على التكريم. عليكم السلام. أنا الحقيقة في نفسيتي شوية حاجات كده أستأذنكم جميعا إن أنا أقولها. أولا فرحتي وامتناني لهذه الجائزة تقديرا من مهرجان اسكندرية، عندي ثلاث أسباب مهمين جدا لفرحتي الكبرى بهذا التقدير والتكريم. أول سبب أني وزملاء ليا كثيرين بدأوا كتوائم مع هذا المهرجان في أوائل الثمانينات. الأستاذ فاروق الفيشاوي له معزة خاصة عندي، فعايزة أقول ألف مبروك لتكريم الأستاذ فاروق الفيشاوي. فاروق الفيشاوي مش هيتكرر. شكرا. Oh.